يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وإن مما ينبه إليه في باب الآداب أن بعض الإخوان قد يحضر مجالس كهذه المجالس ثم يقوم وقد ترك كوبا أو ترك منديلا أو ترك حاملا للمصاحف تقطع به الصفوف هو الذي أحضره، وهذه ليست حال طلاب العلم. طالب العلم ينبغي أن يكون على الأدب الكامل، وقد أدركنا من أدركنا ممن كانوا متأدبين في أحوالهم وألفاظهم، فتجد في أحوالهم من حسن الأدب والتلطف في معاملة طلابهم أو في معاملة أصحابهم من المشايخ ما يدل على سمو نفوسهم وأنهم يرعون الأدب ويتخيرون حتى الألفاظ التي يريدون أن يخاطبوا بها شيخا أكبر منهم أو قرينا ملازما لهم أو من هو أقل من ذلك، فكان انتفاعهم بالعلم عظيما. واليوم ترى مجالس طلاب العلم وفيها وحشة لغربة الأدب، فلما صار الأدب غريبا صارت النفوس فيها وحشة، لأن العلم صار مظهرا اجتماعيا وليس عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فالذي يعرف أن العلم عبادة يحرص على كيفية طلب العبادة هذا، كيف يطلب العلم، كيف يكون فيه، كيف يكون في مجلسه، كيف يكون في كلامه، كيف يكون في جلوسه، كيف يكون في ذهابه، هذا هو الذي يحفظ به الناس ويحفظ به الدين. أما الحال التي صرنا عليها والله إن الإنسان لا يشتكي إلى الله من هذه الحال شكوى عظيمة، تجد أن تستغرب حقيقة ما كان الطلبة يخرجون من المساجد قبل خروج شيخهم، ما كان يخرجون من المساجد حتى يخرج الشيخ، وهذا أصله في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنصرفوا حتى أنصرف، يعني من صلاتي، فكان ابن عمر لا يخرج من المسجد حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يخرجون من المجلس والشيخ يتكلم، الشيخ يختم المجلس وتجدهم أوزاع يقومون، هذا شيء ينفطر منه نفس الإنسان، ليست لحقه يا إخوان لكن لحق تعظيم دين الله عز وجل. تعظيم دين الله أن تعز دين الله عز وجل، تلتزم بآدابه، تلتزم بأخلاقه، تعرف أن هذه عبادة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة تطلبها بحقها، لا تطلبها كما تشتهي أنت وتفعل فيها ما تشتهي أنت، لا تطلبها كما يريد الله سبحانه وتعالى. لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إليك في هذا المقام فيغفر لك، مقام واحد يغفر به الإنسان. لذلك مجالس السلف كان حتى بري القلم ما فيه، بري القلم كان ما يبرون القلم لأنه يخرج له صوت، ما يبرون القلم، والآن يكلم بالجوال أمام شيخ يجلس هو الذي يقرأ، واحد يقرأ البخاري ورن جواله يرد أمام الشيخ، يعني لا أعظم شيخه ولا أعظم ما هو أعظم وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كيف يكون العلم؟ لا يكون العلم يا إخوان، لا تحجبنا هذه المظاهر عن عبادة العلم أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، مهما شق علينا كل ما شق علينا كان أعظم في حسن العبادة. ابتلينا بإحسان العمل، فيا طلاب العلم أحسنوا العمل في طلب العلم، أحسنوا العمل في طلب العلم بأخذه بطريقة من سبق لا بالأهواء والآراء والطرائق المعاصرة التي أحدثها الناس، تجدون بركة ذلك في العلم. ولهذا كان من سبق يطلب العلم مدة ثم ينبل كما ذكرنا 7 سنين و6 سنين، الآن واحدنا يجلس 10 سنوات 15 سنة ولا يحصل شيء، لأنه عنده فساد في طلب العلم بأنواع كثيرة منها هذا الباب، باب طلب العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الأدب.